أتولى بداية من الآن ممارسة سلطات رئيس الجمهورية، وأدعو كافة أبناء تونس وبناتها إلى التحلي بالروح الوطنية. الصدق في القول والإخلاص في العمل. واليوم نحن أمامنا قضية حاملي الشهادات العليا، وأعدادهم تتزايد يوما بعد يوم. الشروع في خطوات عملية الاستجابة إلى مطالب العاطلين من أبناء شعبنا. سنعمل على أن نسرع من نسق إحداثات الشغل في القطاعين العام والخاص. الشغل حق، الدولة تتحمل مسؤوليتها، ولكن على الشباب أيضا أن يتحمل قسطا من المسؤولية. أولا العمل، ثانيا العمل، وثالثا لا شيء إلا العمل. ولكن عجزنا على تحقيق جزء كبير من مطالب الثورة. معناها الدولة ستكون مجبرة على تسريح آلاف الموظفين، وهنا سنكون حازمين في التصدي لكل الاعتصامات الغير قانونية والغير مشروعة. اليوم ما عادش باش نسمح لفئة باش توقف معمل أو وحدة إنتاج. أذئب أنت أم راعي؟